شوفونا غسان وشوفونا سيارة غسان، بلكي الله وأهل البيت سيارة غسان ما بيها شيء وتطلع سلامات، يجوز قدحها بنظرة أو قد شملها بالحسد وغسان يدق عليه، يجوز كان ضايج غسان اللي قال اثنين همزين ربك طلعوا عرب موكراد لحقنا عليهم دولة طلعوا. شوفونا مركز العدالة وشوفونا غسان شنو الطلابة بهاي، يباوا على سيارة غسان، الله يرضى تباع على سيارة غسان، يسعدنا حظ مثل حظ غسان. أكثر من 3 أشهر تعرضت لحادث خطف الساعة 1 بالليل على يد جهة أمنية، مدير مكافحة التطرف الفكري اسمه، وتعرضت للضرب والسب والتعذيب. رحت اشتكيت بمركز العدالة بمنطقة 1 حزيران كركوك بموقع الحادثة، وأثبتت كاميرات التصوير والشهود الدعوة مكتملة، بس المركز ما يتخذ إجراءات والمماطلة بالموضوع كون الشخص الخصم مدير مقر من تميل للدعوة يومية، روح تعال باكر الضابط ما موجود انطوني يا العمار. عمار شلونك؟ نعم استاذ العزيز. نعم استاذ العزيز السلام عليكم. حياك الله عمار. عمار يا الخطفك يا الخاطفك من خطفك استاذ العزيز؟ انا ولو ما دخل وقتك هواية كنت راجع الساعة 11:30 بالليل، الجو شتاء وعندي دراجة نارية وياي صديقي، الجو بارد كلش، الساعة 11:30 بالليل راجع للشغل اشتغل بمطعم. اي فنزلت الاسواق دا اتسوق لاهلي، يعني انا راجع ماخذ يوميتي اتسوق فيها لاهلي بالليل. اي وصديقي واقف برا ينتظرني. زين استاذ غسان اللي هو المدعو عليه استاذ غسان ابراهيم محمد النعيمي، مدير شعبة مكافحة التطرف الفكري. اي كان طابق سيارته بالسايد الثاني، يعني بيناتنا سايدين، وطالب بالسايد الثاني سيارته مظللة الجام مالها. اي جاي صاح الصديق اللي واقف برا قال ليش طوع السيارة؟ صديقي قايل له استاذ العزيز احنا انتو ولدنا واخوتنا واني هم اداوم حشد. قال له خوش نعد روح لي غاد لا توقف يمي. قال له انا ما اوقف يمي مكاني، واقف بالسايد الثاني. قال له طوع على سيارتي. هذا اللي قال له السايق لو غسان. غسان هو السايق، هو نفسه غسان السايق. غسان سايق لو مدير؟ الغسان هو المدير وهو نفسه يسوق بالسيارة. زين يعني قال له ليش تباع على السيارة؟ خوش هذا واقف بالسايد الثاني صاحبي. اي واقف بالسايد الثاني. اي وغسان صايح له قال له تعال عبر لي. اي عبرنا. قال ليش تباع على السيارة؟ قال له والله استاذ انتو اخوتنا وهنا يعني واقف جاي يتسوق، صديقي جاي يتسوق جوا اللي هو اني. اي قال له خوش تتباوع على السيارة. قال له العفو استاذ والله انتو اخوتنا واني هم داوم حشد. قايل له وش صار؟ قال انا من جاي باوع حتى باوع عليك ترى احنا انتو اخوتنا وانا جاي اني هم داوم حشد. اي المهم بهاي الاثناء غسان شغل السيارة نزل تسوق، يمكن اعتقد نزل تسوق ومن محل وراح المكان الحادثة قريب على المقر، قريب على المقر مال الأستاذ غسان. هسه وين الحادثة؟ أستاذ غسان افترض بحب 1 حزيران. الحادثة صار شنو الحادثة صارت؟ غسان تسوق ركب سيارته وراح. وانتو اخذتوا مطوركم وراح. غسان ركب سيارته وراح نزل حماية مالته. اي نزلت الفيديوهات عني لك، نزل حماية مالته، الحماية مالته يعني ما اعرف شنو السالفة اللي دايرة برا يعني. أيه؟ طلعت من المحل من الأسواق راسل التلموني بلاك مصار ديك أنا وصاحبي. أيه؟ ورمونا تورم حطونا بالبيكم، حطونا بالبيكم شدوا عيوننا صعدونا بالبيكم بالبودي وأنا ما أعرف شنو السالفة. أيه؟ ودونا على المقر اللي هو مقر التطرف الفكري مال غسان. أيه؟ أنا ما أعرف غسان منه، ما أعرف منه ما أخذنا أصلا. أيه؟ التفاصيل أنا بعدين عرفتها عن طريق الكاميرات. أيه؟ أخذونا لقيت غسان قاعد قال تعرفني؟ قلت لا والله ما اعرفك. قال انت شنو؟ قلت انا استاجرت في المحل اتسوق. قال ها انت شعدكم؟ قال والله احنا عندنا راجعين المحل، احنا نشتغل في راسنا مطعم راجعين. زين انتو شبعتونا كتل عن شنو؟ قال انتو كراد لو عرب او تركمان؟ قال لا احنا عرب. قال بيكم فقط انتو عرب لو كراد او تركمان كل واحد طابوقه بلوكه فوق راسه وفلش روسكم وزدكم للشناب. غسان اللي يقول زين بس ما دام عرب راح اشبك خلي الولد للصبح يشبعون بيكم كتل وزدتوكم على الشارع. خوش بهاي الاثناء صديقي قال له استاذ ماني قلت لك اداوم بالحشد
وجماعة الحويج كلهم يعرفوني وأنا داوم بالحشد. أي. يم لواء 61 يم عيسى السبيل. بهاي الأثناء هو خابر على عبد الله الشيخ عبد الله السبيل أخو عيسى. خابر علي قال له تعرف فلان فلان؟ اي زايد تعرفه ابن ايشي من حوض من حوض سته ابو فلان؟ قال لي نعم اعرفهم دول خوش ناس محترمين. قال العدل خاطرك راح اهدهم. زين رجع صعدنا بالبيك مشدحنا وزدنا من الماطور. زين وراها اشتكيتوا؟ وراها اشتكيت على المركز اني. زين غسان ضابط سبيل حتى يثبت انه هذا الشخص اللي خابره منه. انت وين اشتكيت؟ بس قول لي حتى نختصر وين اشتكيت. اشتكيت بمركز العدالة. اشتكيت بمركز العدالة. زين مركز العدالة قبل قد اشتكيت؟ يوم 25/1 الساعة 2:00 أو 2:30 بالليل. زين اعطيتهم ادلة واثباتات وتصوير كاميرات شلون تم الاعتداء عليهم؟ هم نفس الوقت نفس الوقت من اجوا ذبونا ابو الاسواق بخابر على المركز قال صار حادث هيك يمنا. اجوا من ذبونا الشرطة شافونا وشرطة ودونا على المركز. اكو الان اكو الان حتى نحكي ويا السيد وزير الداخلية. الان عندك هي. اثباتات تثبت بالكاميرات شلون تم الاعتداء عليك؟ اي نعم استاذ حبيب دزيت عليك على الواتساب. ماشي الان موجودة. السيد مدير مركز واحد مركز العدالة ايش قال لك؟ ليش ما نفذ الامر؟ ليش ما مشى الدعوة؟ الساعة 2:30 بالليل المدير ما موجود. موجود نقيب نزار اللي هو ضابط الدعوة. اي ضابط التحقيق. اي ضابط التحقيق استاذ نزار نقيب نزار يومية باشر بعد باشر الدعوة ما صعدت. نروح للمحكمة ثانية نروح للمحكمة نبقى للظهر واقفين هسه تجي الدعوة. ها دعوة ما اجت المعتمد ناسيها لحد الان ما حد اتخذ اجراء. الى الان ما حد اتخذ اجراء. ما اتخذ اجراء. ماشي ما اتخذ اجراء. هاي خلص يا عمار. السيد وزير الداخلية هذا المقطع والسيد مدير الاستخبارات ايضا راح ابعث لكم المقطع. الوليد ليش يباع على سيارة غسان؟ ليش يباع على سيارة غسان؟ ليش هي سيارة غسان شوية؟ سيارة مدير انت راكب لك على ماطور تباع على سيارة مظللة يا عمار مال 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 غسان. وبعدين انت يا مدير مركز العدالة بمنطقة واحد حزيران شلون المقاريد وين نوديهم يعني؟ نذبحهم؟ لو ما ينشملون بالقانون. ايضا اطلب من السيد يعني وكيل استخبارات الفريق ماهر ومعالي وزير الداخليه هذا الصوت موجود شوفونا غسان وشوفونا سياره غسان بلكي الله واهل البيت سياره غسان ما بيها شيء وتطلع سلامات. يجوز قدحها بنظره او قد شملها بالحسد او غسان يدق عليه. يجوز كان ضايج غسان اللي قال اثنين همزين ربك طلعوا عرب موكرات لحقنا عليهم دولة طلعوا شوفونا مركز العدالة وشوفونا غسان شنو الطلبة بهاي رجال يشتغل المطعم ياخذ له مسواق. هسه طارت الدنيا يا غسان يا حبيب قلبي معالي الوزير هاي يمك يا سيد فريق ماهر ايضا التحقيق يمك وانت يا عمار انت مطالب بان تقدم اثباتات. يباوع على سيارة غسان الله يرضى تباع على سيارة غسان يسعدنا حظ مثل حظ غسان